احتفلت أسرة مسلسل عوالم خفية بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ولمر من كام يوم ونشرت الفنانة هبة مجدي صور احتفال بالمناسبة دي، وعلقت وقالت كل سنة وانت طيب يا زعيم، عقبال مليون سنة يا أستاذ عادل. وكمان نشرت الفنانة بشرة فيديو لمظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الفنان عادل إمام، وعلقت عليه وقالت مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.